قام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور بالوقوف تحية لشهداء الوطن من القوات المسلحة. وخلال الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمن الذي تشهده مصر حاليا كان ثمنه دماء وأرواح وتضحيات الشهداء. أنا عايز أفكركم دلوقتي أن الثمن ده اللي أبنائنا دول دفعوه واللي انتوا قدمتوه، وإحنا مش هنقدر نعوضكم عليه. اللي هيعوضكوا عليه ربنا. ربنا وحده سبحانه وتعالى هو اللي هيعوض أسر الشهداء والأم بالذات. ربنا يبارك ويبارك فيكم. فأنا بس عايز أقول لكم على حاجة. إحنا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل الله سبحانه وتعالى. الثمن ده اللي دفعوه أبنائنا على مدى تقريبا 8 سنين أو 9 سنين. الحمد لله رب العالمين.